هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنشتغل في الفيديو ده الكروشيه الفيلي. كروشيه الفيلي ده اللي ما يعرفوش، ده اللي كان بيتعمل بيه زمان الستاير والمفارش بتاعت السفرة ومفارش الترابيزات. كان بيتعمل منه كمان الهدوم الصيفي بنفس الباترونات دي بالظبط، بيتعمل بيها باترون صيفي. يعني عادي ممكن احطه في اي باترون، يعني مش شرط يكون غرزة. يعني لو انا عايزة اعمل بلوزة صيفي احط الباترون ده على باترون حاجة صيفي وابدأ اتعامل معاه الحردات بتاعتها والشغل بتاعها على اساس الفيليه ده. شغل الفيليه سهل جدا، بيعتمد على العمدان والسلاسل فقط لا غير. بيبقى فيه تزايدات وتناقصات، بس التزايد والتناقص بيبقى برضو عمدان، ما بيبقاش اي غرزة تانية. قبل ما نشرح ما تنسوش الاشتراك والشير واللايك والكومنت. لو في اي حاجة مش مفهومة او في حاجة واقفة وسطكم ممكن تكتبوها لي وانا هرد عليكم على طول. اول حاجة انا هشتغل بخيط قطن، ده بيشتغل بيه الصح بتاعه، بيشتغل بخيط المنجد اللي هو بيبقى تحس انه لونه اوف وايت شوية مش ابيض قوي. ده الصح بتاعه، لكن احنا طبعا شفنا حاجات كتير، يعني هما كانوا بيشتغلوا بالخيط ده لان ده اللي كان متاح وقتها، لكن دلوقتي بقى فيه حاجات كتير وبقى فيه ملون كمان. حابة تجيبي ده هيديله قيمة كبيرة جدا اللي هو المنجد ده. عايزة تجيبي اللي هو القطن العادي براحتك، ده قطن مصري. اوكي، ممكن تشتغلي يبقى ليس ديفا، ممكن تشتغلي يبقى ليس ديفا بلس لو انت عايزة الحجم يبقى كبير. لو انت عايزة قطن عشان تعمليه بلوزة او تعمليه مفرش سرير او حاجة مش هتتبهدل، ممكن تجيبي اليس كوتون جولد. طيب اول حاجه انا لما اجي اقرا الباترون بتاع الغرز عموما انا اقراه من الشمال لليمين وبعدين ما انساش الارتفاعات بتاعتي. هقرا لكم الباترون نظري كده الاول لحد ما نبدا نشتغل في العملي. اول حاجه انا بعمل السلاسل، بعد السلاسل من تحت الاول، دول طالعين معايا 40 سلسله. في مشكله بس كنت حابه ان انا اقول لكم عليها في الباترون ده، اللي هيلاقيه واشتغل عليه هيلاقي المشكله دي موجوده، ان الحروف بتاعته مش متظبطه. يعني هو واخد الاربعين سلسلة وطالعين معاه 40 عمود، لكن في ارتفاع هنا، الارتفاع هنا هو مش حاسبه من ضمنهم، فهتلاقي في بعض الادوار طالعين 5 جنب بعض وفي دور طالع 4 جنب بعض كشكل، يعني الشكل نفسه هتحس ان فيه مشكلة. دي حاجة. الحاجة التانية هتلاقي الحروف طالعة مش متظبطة زي ما هي موجودة في الرسمة، بس احنا بنتضايق لما بنلاقيها على الكروشيه. دي حاجة. الحاجة التانية ان هو شغال العمود في نفس الفتحة بتاعت الارتفاع، في نفس المكان بتاع الارتفاع اللي احنا المفروض ما بنشتغلش فيه، ويجي في الاخر هنا ما اشتغلش على الارتفاع، عشان كده اللي زوده من هنا نقصه من هنا، فبالتالي هو مش هيزيد معاه ولا هينقص، بس الشكل العام بتاعه من الحرف مش هيبقى مظبوط. فاحنا هنشتغل زي ما احنا ما بنشتغل عادي، هنعمل الاربعين وهنحسب الارتفاع عمود من ضمن العمدان عشان يفضل محافظ على شكله، كون ان هو 4 في كل الادوار هنا وهنا ويطلع ستريت من على الجنبين، ما يطلعش فيها اي تموجات او فيها اي مشكلة. انا بدأت السهل علشان الوقت بتاع الفيديو، عملت 40 سلسلة وعملت فوقيهم العمدان عمود بلفة، والعمدان محسوبة يعني كلها على بعض محسوبة 40 بالارتفاع مش من غيره، يعني لو عديت كله هحسب الارتفاع من ضمنه. طيب من بداية الدور التاني اللي هو ده، انا كده خلاص خلصت ده. من بداية الدور التاني انا هعمل الارتفاع والتلات عمدان مش 4، بعدين سلسلتين من فوق واسيب 2 تحت، عمود سلسلتين من فوق وهسيب 2 من تحت. انا بطلع 2 ارتفاع دايما في العمود بلفة علشان خاطر ما يعمليش فراغات كبيرة ما بين الارتفاع وما بين العمود. انا طلعت 2 ارتفاع، هلف الشغل هاخد 3 بس، 1 2 3، فبعد ما هخلص هلاقيه ظاهر عندي ان هما 4. طيب هفضل ماشية سلسلتين واسيب 2 تحت، عمود سلسلتين اسيب 2 تحت وعمود لحد الاخر، سلسلتين من فوق وهسيب 2 من تحت وبعدين اعمل عمود، سلسلتين من فوق وهسيب 2 من تحت وهعمل عمود.
هفضل شغالة كده لحد الاخر خالص ما عدا اخر 4 عمدان، ومن ضمنهم هيبقى الارتفاع. انا خلصتها اهو، علشان كمان نتأكد ان احنا ماشيين صح انا هعد عدد الفراغات اللي موجودة هنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 لازم يطلعوا برضو نفس الفراغات اللي هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. احنا بنعد بس في اول دور، يعني اول دور ده اللي هعدله سلاسل وهعدله عمدان وهعدله فراغات او هعدله غرز. لازم نعد في اول دور او اول دورين ثلاثة كده، بحيث ان ده الاساس بتاع كله. يعني لو في اي غلطة في العدد من تحت هتبقى كل الادوار اللي طالعة غلط. ممكن اكتشف ده بعد ما اخلص، فساعتها يبقى صعب ان انا افك، ان انا اداري الغلطات دي. فعشان خاطر الدنيا تطلع مظبوطة معايا اعدلها من الاول، وبالذات لو انا ماشي على باترون، لان الباترون عموما بيبقى ماشي بعدد معين انا ما ينفعش ازود او انقص عنه. طيب من بداية الدور اللي بعد كده هبدأ اشتغل او ابدأ اطلع شكل القلب. انا بعد ما خلصت هطلع الارتفاع، 1 2 3. بعد كده هشتغل 3 عمدان، 1 2 3. هعمل 1 2 3 4 5، هعمل 5 فراغات. وخلي بالي كويس قوي وانا شغالة علشان الرسمة تطلع مظبوطة، ما حسش انها محودة على جنب شوية او جاية على الجنب التاني، لازم يبقى في النص بالظبط. هاخد سلسلتين وهسيب، طبعا هي بقت واضحه خلاص انا هسيب ايه وهعمل فين. انا هشتغل فوق العمود هنا على طول كده، اول فراغ، التاني، التالت، الرابع، وده الخامس. طيب بعد كده هعمل ال4 عمدان دول، انا عاملة 1 منهم اللي هو ده، هعمل جنبيه 4 كمان. لو صعب عليا ان انا ادخل في السلاسل، انا عايزة بس اكبرها او اوضحها شوية علشان تبقى واضحة معايا. لو صعب عليا ان انا ادخل في السلاسل بالذات ان انا قلبه الشغل، فهيبقى صعب ان انا اعمل السلسلة كده علشان خاطر ادخل فيها. انا ممكن ادخل في الفراغ عادي خالص، مش هيقولي لا. كده 1 2 وعمود على العمود اهي، شكلها عادي ما حصلهاش حاجة، وانا ممكن امشي بنفس الطريقة دي للاخر. اغلب الناس اللي بتشتغل كروشيه في ليه بتبقى صعبة عليها شوية فكرة ان هي تشتغله، او بتكسل تشتغله عشان الحركة دي، ان هي بتبقى صعب انها تخش جوه السلسلة، لان انا قلبة الشغل فعدلت السلسلة الناحية دي اهي. فلما بتيجي تقلب الشغل بعد كده بيبقى الغرزة مدياني ظهرها او السلسلة مدياني ظهرها، فمش هعرف اشتغل فيها، فعادي اشتغل في الفراغ بتاعها يعني. هعمل بعد كده باقي الفراغات وهشتغل عادي جدا لحد الاخر، سلسلتين عمود، سلسلتين عمود، سلسلتين. بعدين هعمل ال4 عمدان اللي هنا، 1 2 3 4. طيب الدور اللي بعده هطلع برضو 2 ارتفاع وهشتغل 3 عمدان جنبهم، 1 2 3. بعد كده هعمل 4 فراغات بس،
عمود سلسلتين عمود، ده كده 3 فراغات وده الربع. هعمل بعد كده العمود الاخراني اللي انا عاملاه هنا، ده اللي هو ده. اوكي طيب، هعد بعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9، دول 9 عمدان. هعمل 2 في الفراغ، 1 2 3 4 5 6 7 8 كده 9، وبعدين ارجع للفراغ التاني، اعمل الفراغ التاني. بمجرد ما افهم بس الفكرة بتاعت الباترون خلاص، هي هتلاقيها بتجري في ايدي، يعني هبقى فاهمة ان انا هنا ايدي خلاص اتعودت انها تعمل سلسلتين، وتعودت انها لما تيجي في الاخر تعمل ال4 عمدان، وتركيزي كله هيبقى في الرسمة بس. الدور اللي بعده 1 2، وبعدين 3 عمدان، 1 2 3. هعمل 3 فراغات و1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 عمود. فراغ التاني التالت والعمود الاخراني ده من ضمن 16، يعني انا هحسبه 1 2 3 4 5 6، سبعة، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، آخر عمود 16، وبعدين هرجع اعمل ال3 فراغات دول تاني. مفيش اسهل منه وشغله قيم جدا، يعني لو حابة تعملي حاجة زي كده هدية لحد هيحبها قوي، بالذات ان في ناس واقفة عند الكروشيه الفيليه، يعني في اغلب الناس فاهمة ان الكروشيه اللي هو بتاع الفيليه ده بس، ما شافوش التطورات بتاعته حتى لو هما ما بيشتغلوش. في يعني اغلب الناس فاكرة ان الكروشيه ده بيعمل هدوم بس، لكن لا، هو بيعمل حاجات تانية كتير. فبرضه في ناس واقفه عند النوع ده من الكروشيه اللي هو الستاير والمفارش بتاعه السفره والترابيزات، كمان ما عندهمش فكره المفارش بتاعه السرير والبطاطين والهدوم الصيفي والشتوي، لا. فحاجه زي كده لو عملتيها تبقى قيمه جدا، وما خدتش منك شغل كتير، ما خدتش منك ارهاق ذهني في العدد وفي زي ما بنعمل في الحردات وبنعمل في الهدوم او المفارش او اي حاجه تانية، ما خدتش منك وقت، مش هتاخد وقت خالص. انا كنت عامله حاجه زي كده ومديها لواحده صاحبتي كانت عروسه جديده، كنت عامله كل مربع من دول لون بالقلوب دي، كل مربع لون، وحطيتها في الـ في الـ في الاوضه، اوضه النوم بتاعتها ستاره، كانت ستاره، كانت شكلها تحفه، بالذات لما بيبقى بالنهار مثلا والاضاءه داخله من الشباك، فبيبان بقى الفراغات من العمدان، فالرسمه بتبقى اوضح. الدور اللي بعده هشتغل العمدان زي ما انا،
الدور الرابع، انا هعمل فراغين بس، وهعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 عمود، وال22 عمود دول هيبقى من ضمنهم العمود الاخراني اللي انا هشتغله في الفراغ ده، سلسلتين فراغ، سلسلتين الفراغ التاني، وهحسب الفراغ ده من ضمن ال22 كده، 21 22 23 24 25 26 27 28 29 هلاقي القلب بدأ يبان. هعمل الفراغين اللي على الجنب، سلسلتين، هعمل 4 عمدان. انا هفضل ماشيه كده لحد اخر الباترون. هو الباترون ما فيهوش تزايد او تناقص، ان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى فيه تزايد وتناقص، تبقى حاجه مختلفه شويه. طبعا كل مادام هنخش في الفلي ده للاصعب يعني، انا بس انا بحب لما اجي اشرح حاجه جديده اول مره اصورها او اول مره انزلها، انزل الاول بالخفيف بعدين اطلع على تقيل، لان في ناس ما بتبقاش عارفه اصلا هو ايه الفلي، او بيبقوا عارفين شكله بس مش عارفين شغله، فما ينفعش ابدا بالتزايد والتناقص على طول. فده اسهل طريقه ليه، ان انت تجيبي باترون صغير، حاجات صغيره، وتكون عمدان وسلاسل بس. هخلص الباترون لحد الاخر وهجيلكوا هقولكوا على فكره لو احنا عايزين نفس الباترون نكبره هنعمله ازاي. انا خلصته اهو، خلاص طالع شكله رقيق جدا على فكره، والشغل بتاعه مش بياخد وقت ولا مجهود خالص. انا حابه ان انا عايزه اكبر في الباترون شويه. انا عندي هنا في البدايه 40 سلسله، ال40 سلسله دول ممكن اخليهم 80، ممكن اخليهم 120 على حسب العرض اللي انا عايزاه. لو انا عايزه اعمل قلب كبير فانا هزود، هفترض ان انا عايزه ازوده على 80، فانا هعمل 80 سلسله وهعمل 80 عمود. من بدايه الدور ده برضو هشتغل هنا بس هزود الاعداد، يعني بدل ما ببدا ب4 عمدان هبدا ب8، بدل ما بدات هنا ب4 هبدا ب8، بدل ما دول كانوا تقريبا كانوا 9 انا هبدا ب 18. فانا هفضل هزود، هشوف انا زودت الضعف فانا هزود الضعف في كل حاجه. زودتي يعني ضربتي في 3 في هتضربي في 3 في كل الادوار وفي كل الغرز، ده هيطلع لك نفس الباترون بس على كبير. ده لو انت مش لاقيه باترون كبير ممكن تجيبي الصغير وتضربيه في 2 تضربيه في 3 بالبدايه وبالغرز وبالنهايه، هتلاقيها ظبطت معاكي ونفس الشكل بس هيبقى على كبير. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير، واي كومنت او اي سؤال عايزين تكتبوه سيبوه لي تحت وانا هرد عليه.